بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بس السكشن ده نتعرف ايه على المحتوى العام بتاع المادة، يعني هناخد في السكشن ونتعرف على المكونات بتاع السكشن كده من البداية للنهاية. المفروض يعني السكشن بشكل عام كده هيكون تطبيق على المحاضرة، انتوا تاخدوا موضوع في المحاضرة يعني وهنيجي نطبق عليه، طبق عليه مثلا بتقول، طبق عليه بأمثلة. الكورس بتاعنا هيبدأ أول حاجة بإيه؟ اللي هو الارتفيشال انتليجنس. هيكون في اول جزء في السكشن يعني نحن نتكلم على لغه اسمها ايه؟ برولوج، اللي هي بيكون اختصار لبروجرامنج ان لوجيك. دي طريقه ثانيه من البروجرامنج يعني. يعني انت مثلا كان قبل كده بتشتغل اوبجكت اورينتد بروجرامنج، كان بيكون الكور بتاعك في البرمجه دي او الستايل ده هو الاوبجكت. الاوبجكت ما كانش بيعمل اي حاجه جديده غير اللي انت بتقول له عليها. لو كنت بتقول له مثلا اجمع فهو هيجمع، تقول له مثلا احصل لك ديستروي هيحصل له فعلا ايه؟ ديستروي وهيتشال من الميموري. هيعمل اي اكشن، الاكشن ده بياخده منك انت بس. طيب في الاي اي احنا محتاجين الجهاز يفكر زي الانسان بالظبط. محتاجين الجهاز ان هو يعمل ايه؟ التاسكات اللي الانسان بيقدر يقوم بيها. هتلاقي ان في الانسان عنده مهارات كتير جدا ومهارات صعبه للكمبيوتر ان هو يقوم بيها. ففي اكتر من تول بتستخدم ان هي تعمل ايه؟ مهاره او عدد من المهارات كده موجوده في الانسان ويقدر ان هي تتنفس فين؟ في الكمبيوتر. مفيش تول واحده بس ممكن تعمل لك ايه؟ كل التاسكس اللي الانسان بيقدر يقوم بيها. لا. هتلاقي اكتر من برانش موجود في الاي ار. كل برانش بيكون ايه؟ ليه هدف معين. مثلا البرولوج دي بتكون بروجرامنج ان لوجيك، يعني بشكل منطقي كده المشاكل ممكن تتحل. يعني مثلا اقول لك ايه؟ مثال ان عندي A بخمسه وB بثلاثه وعندي C. عندي C دي يكون اقل من B. مثلا ممكن نعمل الاستنتاج بالشكل ده ايه؟ بشكل منطقي يعني ان طالما ان السي اقل من البي والبي اقل من الاي يبقى اذا هيكون السي اقل من الاي. دي مثلا امثله من التاسكس اللي ممكن تتحل عن طريق البرولوج. تعمل ريليشنز، انت تديها كده مجموعه من الاوبجكتس وهي تطلع لك ريليشنز ما بينهم. لازم اي اي تول تعمل لك حاجه مش انت اللي قايل له عليها، تعمل لك حاجه مش انت اللي قايل عليها بشكل مباشر كده. واخدين بالكم؟ لا، في حاجه، في برنامج هيشتغل، انا مش لازم اقول البرنامج ده يشتغل، لا ده هو المفروض يكون عارف هيشتغل امتى. عندك مثلا انتي فايروس، مش لازم ان كل ما احط فلاشه مثلا على الجهاز اقول للانتي فايروس ده يشتغل، لو ممكن يعرف ان في فلاشه موجوده ويشتغل لوحده، ممكن يعمل لي تنبيه. بيساعدك في الحاجات اللي هي محتاجه مهاره منك، محتاجه زي ان انت ايه؟ تحلها. طيب بعد كده بالنسبه للبرولوج، ودي اللي هنشتغل عليها برضه، ممكن نشتغل فيها السكشن ده والسكشن الجاي ان شاء الله لغايه ما الدكتور يخلص معاك الجزء بتاع الايجنت. بعد ما يخلص الدكتور في المحاضره الجزء بتاع الايجنت، المفروض ان احنا هنطبق عليه عن طريق ايجنت اورينتد بروجرامنج. الايجنت اورينتد بروجرامنج بدل ما انت يكون في الاوبجكت Oriented Programming الأوبجكت هو الكور بتاعك، لا، في الأجنت Oriented Programming بيكون الأجنت هو الكور اللي أنت هتشتغل عليه، هو ده الأساس. يعني مثلا في الجافا، الجافا أول حاجة أنت بتعملها فيها عشان تعمل أي أبلكيشن بتعمل مثلا كلاس. وعلشان تخلي الكلاس ده يعني موجود بالفعل أنت بتاخد منه إيه؟ أوبجكت. بعد كده الأوبجكت ده بتعمل له إيه؟ كول بعد كده طبق عليه مجموعه من العمليات. نفس الكلام برضه في الايجنت اورينتد بروجرامنج. الايجنت اورينتد بروجرامنج بيكون فيه تول. التول دي مثلا زي ايه؟ جات، جافا ايجنت ديفلوبمنت انفايرمنت. الانفايرمنت دي بتكون شغاله على بيزد على لغه معينه، مكتوبه بلغه يعني، اللغه اللي هي مكتوبه بيها هي الجافا. الجاد اول ما انت تكون عايز تعمل ابلكيشن من خلاله، بدل ما انت كنت بتعمل كلاس وتاخد منه اوبجكت، لا انت بتعمل ايجنت. الاوبجكت ده كان فيه ميثودز،
هنا هيكون في behavior. الأوبجكت ده ممكن يكون متصل بأوبجكت تاني. ده مثلا أوبجكت 2 وده أوبجكت 1. عندك برضو مجموعة من الأجنتس بتكون شغالة مع بعضها. يكون عندك هنا أجنت 1 وهنا بيكون في أجنت 2. أجنت 1 وأجنت 2 عن طريق البيهيفيرز بتاعتهم بيحصل ما بينهم انتركونكشن بطريقة معينة. عشان ينفذوا تاسك أنت بتقوم بيه. يعني مثلا مثال مشهور جدا في الجاد هو بوك سيلينج. يقوم لك بالوظائف اللي الانسان كان بيقوم بيها. انت عندك مثلا سيلر وباير. طيب دلوقتي لو في حد بيبيع كتاب وفي حد تاني عايز يشتري الكتاب ده، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه الباير لازم يكون عارف ان في كتاب ممكن يتباع وكتاب بالشكل يعني بتفاصيل معينه. طيب السيلر من نفسه هيعرف ان في مثلا باير ايجنت موجود، ده بيعتبر ايجنت وده يعتبر ايجنت تاني. الايجنت ده هيكون شغال في انفايرمنت معينه، هيعرف ان في ايجنت تاني موجود. اول ما يعرف ان في ايجنت تاني موجود من غير ما انت تقول له بقى، هم هيكونوا شغالين لوحدهم، هيقوم باعت له مثلا مسج. دي بقى الكونكشن اللي بتتم ما بينهم عن طريق مسج. يبعت له مسج، المسج دي يكون فيها كونتنت معين. في اكتر من نوع من المسجز بتكون موجوده، بيختار النوع المناسب. تقول له مثلا انفورم مسج، انا بعمل لك ايه؟ انفورم بحاجه معينه. بعد كده الباير ده بيرد عليه ريسبونس. الريسبونس ده ممكن يكون له اكسبت او ممكن يكون ريجكت، ان هو يقبل او يرفض الحاجه دي. بعد كده السيلر بيحاول مثلا ان هو يعمل له ايه؟ اوفر. طيب الكلام ده كله هل مثلا الهيومن بيكون داخل فيه؟ لا، الهيومن بيعمل ايه؟ الفريم ورك العامه كده والايجنتس اشتغل جواه. ما بيقولش بقى لكل ايجنت بتعمل كذا وكذا وكذا، لا. انما بالنسبه للاوبجكت اورينتد بروجرامنج، لا، انت فعلا لازم تقول للاوبجكت انت تعمل كذا وكذا وكذا ولازم يمشي بالسيكونس ده وشغال السيكونس ده. طيب يعني مثلا هنا اوفر وبعد كده ده مثلا ممكن يعمل له ايه؟ اكسبت لغايه ما يقبل ايه؟ العرض. واخدين بالكم؟ ده مثلا مثال ممكن احنا نعمله عن طريق الايجنت اورينتد بروجرامنج وعن طريق الفريم ورك اللي موجوده فيها اسمها ايه؟ الجافا. ودي اللي بتشتغل عن طريق الجافا. طيب بعد كده بقى هندخل في جزء مهم جدا في الاي ار وهو ايه؟ السيرش. طيب في البدايه كده احنا عندنا اول حاجه كنا بنحاول نعمل بيها ابلكيشن يحاكي الانسان هو الارتفيشال انتليجنس اللي هو ايه؟ الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده كان ظهر مثلا في سنه 1950. طلع بعد كده من الارتفيشال انتليجنس اللي هو حاجه اسمها ماشين ليرنينج اللي هو تعلم الاله. دي مثلا طلعت في سنه كام؟ 70، 1970. بعد الماشين ليرنينج طلع حاجه بعدها اللي هي دلوقتي احدث طرق ان انت تعمل تخلي الماشين يحصل لها ليرنينج بالفعل، وهو ايه؟ الديب ليرنينج. احنا في الكورس ده هنهتم بالارتفيشال انتليجنس. والارتفيشال انتليجنس اول ما تقدر انت تعمل اي ابلكيشن يعني لازم يكون فيها جزء خاص بالسيرش. وبعد السيرش لازم يكون في جزء خاص بالاوبتمايزيشن. وهتشوف الكلام ده بقى. شوف دلوقتي عن طريق مثال مثلا احنا ممكن نعمل او فكره السيرش دي تكون ايه؟ والاوبتمايزيشن احنا عايزين نعملها دي بتكون ايه بقى؟ بس مش كل المهارات الانسان مش كل السكيلز اللي عند الانسان ممكن ان هي يحصل لها محاكاه عن طريق الارتفيشال انتليجنس. لا. ده بيكون خاص بتاسكس معينه كده. لو التاسك ده ينطبق عليها الشروط بتاعت الارتفيشال انتليجنس فعلا هنستخدم الاي اي تولز عشان نعمل ايه؟ التاسك ده. انما في بعض التاسكس بتكون معقده احنا لازم نستخدم فيها تكنيكس ادفانس شويه عن الاي اي. هي بيكون اولا الماشين ليرننج، بس الماشين ليرننج بيكون طالع من اولا من ايه؟ من الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس كده عامله زي الامبريلا اللي تحتها الماشين ليرننج
اللي بيكون الاختصارها ايه؟ ML، وبيكون تحتها برضو الديب ليرنينج اللي هي DL، الارتفيشال انتليجنس اللي هي ايه؟ الاي اي. احنا ممكن ناخد اوفر فيو عامه كده عن الثلاثه فيلدز دول، لان فعلا المجال ده فيه فرص عمل كتير جدا، بس المشكله هو صعوبته. يعني المجال ده مش سهل، مش سهل خالص ان انت مثلا حد يعمل اي اي ابلكيشن او يعمل موديل في المشين ليرنينج بيقدر يعمل بريدكشن على حاجه معينه، او يعمل ديب ليرنينج اركيتكتشر تعمل بريدكشن زي ما المشين ليرنينج موديل بيعملها بس الاكيرسي عاليه. لا، الحاجات دي ما بتكونش سهله، يعني محتاجه واحد عنده خبره فعلا، محتاجه واحد يكون فاهم الكونسبتس اللي هي بتتاخد، يعني مش شكل عملي بس. انت مش عارف تول مثلا زي الجافا او زي السي بلس بلس او زي البايثون او زي الار وتقدر تشتغل بيه، لا، دي محتاجه ايه؟ مهارات اكتر من كده. طيب هنبدا دلوقتي مثلا الديب ليرنينج، يعني يعتبر ان هو فعلا بدا في سنه كام؟ 2010. هو مش معنى ان هو الاي اي ظهرت في 1950 ان قبل 1950 ما كانتش موجوده، لا هي كانت موجوده بس بدات فعلا وبدات تظهر في الوقت ده. والديب ليرنينج كان فيه ريسيرش برضه قبل 2010، يعني الديب ليرنينج الاساسيات بتاعته موجوده بقى لها ايه؟ سنين اكتر من 2010 بكتير، بس هو بدا في 2010 ان هو ايه؟ ياخد ايه؟ شغل. طيب عايزين دلوقتي نشوف التاسك اللي الاي اي بيقدر يعمله. الاي اي ما هو الا ايه؟ خد الهيومن اكسبيرينس وانقلها للماشين، بس كده. اي تاسك الانسان بيقدر يعمله الاله ممكن تعمله، اي تاسك الانسان مش هيقدر يعمله الاله مش هتقدر تعمله، لو احنا في اطار الاي اي. طيب جمله كده ممكن توصف كل الابلكيشنز الموجوده في الاي اي، ان الهيومن عنده خبره قويه يقدر يعمل بيها ديسكريبشن فور ديتيلز للتفاصيل اللي ممكن تتم. اي ديتيل بتكون موجوده في التاسك الانسان بيقدر بيه ده الانسان يقدر يوصفه، يقدر يوصفها بشكل الماشين تقدر تنفذه. يعني زي مثلا ايه؟ ما يكون واحد بيتقدم او بيعمل انترفيو يقول له انا عندي مثلا مشكله والمشكله دي عايزك تبسطها لدرجه ان ممكن واحد في الابتدائي يقدر يفهم المشكله بتاعتي دي. لازم تقدر تبسطها بشكل ايه؟ دقيق، كل حاجات كل تفصيله موجوده لازم تاخدها في اعتبار. طيب من احد الابلكيشن عشان نفهم بقى الجزء ده عايزين نشوف ابلكيشن معين كده ممكن الهيومن يقدر يوصفه للماشين. ومعظم طبعا الاي اي ابلكيشنز بتكون موجوده مثلا في الجيم، انا عايز مثلا جيم الماشين يقدر يعملها زي الانسان بالظبط. طيب دي هتكون زي ايه؟ زي مثلا لعبه الاكس او. انت عندك دلوقتي ماتريكس بتكون 3 في 3 وتقعد بقى تحط لي الاكس والاو في اماكن كده بحيث ان في واحد يكسب في الاخر، واخدين بالكم؟ كده لغايه ما يطلع وينر في الاخر. طيب لو احنا بدانا بقى الجزء ده من البدايه، المفروض ان انت عندك ماتريكس فاضيه بالشكل ده. طيب انا عايز دلوقتي الانسان يقدر ان هو يوصف المشكله دي لغايه ما يطلع ان هو فايز في الاخر، هل تقدر توصف المشكله دي؟ يعني تقدر تقول لي انت امتى هتفوز وامتى هتخسر وامتى هتتعادل من اللعبه دي؟ في البدايه كده لازم يقول ان اللعبه دي ممكن يكون فيها فوز. طب فيها فوز بس؟ فيها خساره؟ فيها خساره بس او فوز؟ لا، ممكن يحصل فيها تعادل برضه. لازم تكون عارف الثلاث نواتج اللي ممكن يطلعوا. فاحنا عندنا initial state اللي هو ده، وعندنا في الاخر goal state. الجول state اللي احنا عايزين نوصله بقى هو ان احنا نفوز بس؟ لا طبعا، اصل انت لو تفوز يعني ايه؟ ممكن مثلا الواحد اللي هو بيلعب في الاول يحاول او ما يكونش الهدف بتاعك هو الفوز بس. الهدف بتاعك بس هو ممكن ما يكونش الفوز، الهدف بتاعك ممكن يكون ان انت عايز تعمل ايه؟ تخلي اللي قدامك ان هو يخسر. او ممكن درو في الاخر.
دي حالة ممكن تحصل في الآخر. طيب، فاحنا مثلا لو الاوبجكت بتاعتنا ان احنا نفوز، هل تقدر تقول لي بقى وصف دقيق كده انت ممكن تفوز ازاي؟ طيب نوصل ازاي بقى من الانيشال ستيت دي للجول ستيت؟ فنعملها ازاي بقى؟ ايه الوصف الدقيق بقى عشان نحل المشكله دي عن طريق الاي ار؟ كل الاحتمالات اللي موجوده دلوقتي قدامك. كان لوكيشن انت ممكن تلعب فيه، لو انت مثلا هتبدا بالاكس هيكون قدامك 9، اول واحده هتكون بالشكل ده، تلعب مثلا انت هنا، وبعد كده هتكون واحده بعدها تلعب انت هنا، تكون في حاجه بعدها برضه تلعب انت هنا، وهكذا لغايه ما توصل لاخر لعبه موجوده اللي هي ايه؟ في النهايه دي. طيب بعد ما انت عملت اللعبه بتاعتك ايه المتوقع؟ الاو هيلعب بقى. طيب الاو هيلعب، يبقى احنا المفروض نحط كل الاحتمالات ونوصف كل احتمال باعلى دقه ممكنه، صح؟ طيب نقول دلوقتي بقى لو انا مثلا جيت في اول برانش، احنا عندنا دلوقتي ادي اول برانش، ادي مثلا اول واحد، تاني، التالت، لغايه ايه؟ التاسع. بعد كده الجزء ده هتلاقي انت كنت لعبت هنا، ممكن الاو يلعب هنا. الاو قدامه كام احتمال دلوقتي؟ 8، لغايه مثلا الاحتمال رقم 8 اللي انت مثلا لعبت هنا والاو هيلعب هنا. طيب وهكذا برضه بده، تبدا من اول 1 الى 8، وده من 1 الى 8، وده برضه من 1 الى 8. بالنسبه لاول برانش الليفت موست برانش اللي هو ده، عايزين دلوقتي نشوف الاحتمالات الموجوده فيه. انت دلوقتي اللي هتلعب، يبقى الاكس هيلعب، انت كنت لعبت هنا والاو كانت لعبت هنا، انت مثلا ممكن تلعب فين؟ تلعب هنا، هينزل عندك بعد كده ده رقم 1 الى 7، وبعد كده من 1 ل 7، وهنا من 1 ل 7 برضه، ودي برضه هتكون من 1 ل 7، ودي برضه هتكون من 1 ل 7، ماشي؟ واستمر بقى، هيكون عندك هنا 1 ل 7، الاو هيلعب، يبقى هيكون عنده 6 احتمالات، وهنا 6، 6، 6 و6، بعد كده انت تلعب هيكون عندك 5، 5، 5، وهكذا. هتلاقي انت عندك في الاخر ايه بقى؟ تري كبيره جدا، كبيره يا حاجه ضخمه، ممكن ما تتشالش في الميموري بتاعتنا اصلا. واللعبه دي احنا عايزينها تكون ايه؟ ريال تايم، يعني انت يا دوبك هتلعب الكمبيوتر يلعب بعدك على طول، ما ياخدش وقت. تعالى دلوقتي مثلا نزل لعبه الشطرنج واختار الليفل بتاعها يكون اعلى ليفل موجود. يعني مثلا ممكن يقول لك ايه؟ انت في عندك 10 ليفلز، كان في لعبه نزلتها على الاندرويد، يقول لك انت في قدامك 10 ليفل، تختار ليفل كام؟ اختار ليفل واحد مثلا، اول ما انت تلعب هتلاقي الكمبيوتر لعب بعدك على طول. طب اختار الليفل العاشر، ده ممكن ياخد ثانيه او ثانيتين او ثلاثه على ما يقدر ان هو ايه؟ يطلع لك اللعبه المناسبه. طيب هتحل انت المشكله دي ازاي بقى؟ هتخلي الاي اي مثلا ممكن يلعبك اللعبه دي ازاي؟ اول حاجه انت لازم تبني له التري دي. لازم تبني له التري. طيب وبعد ما انت تدي له التري ايه اللي هيحصل؟ مش هو التري دي فيه اكتر من برانش؟ تخيل مثلا انا لعبت اللعبه بتاعتي هنا في البرانش ده، مش هو الكمبيوتر بعد كده عايز يختار واحده من السبعه اللي تحت؟ طب هيختارهم ازاي بقى؟ على اي اساس؟ طب ما هو اللي هتكسبه او تخسره. يعني انا دلوقتي بقول لك لو الاحتمالات اللي قدامنا، انا مثلا لعبت لك اول لعبه هنا، بعد كده انت ممكن مثلا تلعب لي ايه؟ وليكن لو السيرش سبيس بتاعنا هو ايه؟ اكس هنا
وانا هلعب الاو هنا. او الاكس يكون هنا وانا هلعب الاو هنا. طب انت هتعرف ازاي بقى ان الحاجه دي هتكسبك ولا تخسرك؟ يبقى انت دلوقتي مش محتاج بس انك تختار لي واحده من الليفل اللي تحتها بس. انت محتاج تعرف ايه؟ محتاج تعرف هل الحاجه دي هتوصلك البرانش في الاخر في وين؟ خلي بالك هيكون في الاخر ده هيكون في وين؟ للبلاير ونص للكمبيوتر. ممكن البرانش الثاني يكون في ايه؟ نص للهيومن وين للكمبيوتر. ما بالظبط، هو انت اول حاجه عشان تحل المشكله في الاي اي ابني السيرش تري بتاعتك، اعمل وصف دقيق للمشكله دي، ما تسيبش اي احتمال ما تكونش مغطيه. لا غطي كل الاحتمالات. الاي اي محتاج انك توصف المشكله دي بشكل دقيق وتقدر انك تعمل ايه؟ تخلي الكمبيوتر يقدر يفهم الوصف بتاعك ده. اول حاجه احنا بنحدد كل الاحتمالات اللي ممكن تكون قدامنا. السيرش سبيس بتاعنا. طيب بعد ما نحدد السيرش سبيس محتاجين ان احنا نعمل سيرش جواه. احنا ما نعرفش بقى هندخل في اي برانش. لازم كل برانش تعمل لها وصف ومن خلالها الكمبيوتر يقدر يعرف بقى هل الجول بتاعه هيوصله في الاخر ولا لا. طيب المهم بتاعتنا ممكن ما تشيلهاش فعلا. عشان كده ممكن يكون في ليميتيشنز على الاجهزه اللي ممكن تطبق عليها الاي اي تولز او الاي اي ابلكيشن. طيب مشكله اكبر، هل انت ممكن تعمل وصف لكل المشاكل اللي قدامك؟ هل كل المشاكل انت ممكن تعمل لها وصف دقيق بنسبه 100%؟ لا طبعا مش هتقدر. طب الحاله دي الاي اي تكنيكس مش هينفع انت تستخدمها خالص. مش هينفع خالص انت تستخدمها. يعني مثلا احد الابلكيشنز اللي كانت في السنين اللي فاتت مهمه جدا ومحتاجين ان احنا نوصل فيها لدقه عاليه هي ايه؟ الهيومن فيس ريكوجنيشن. انت تتعرف على الهيومن فيس. طيب ممكن حد دلوقتي يقول لي قاعده انا ممكن استخدمها واعمل من خلالها ريكوجنيشن لكل فيس؟ ايوه. ما يكونش ايه بقى القاعده؟ الكومبوننتس الموجوده في الفيس كومبوننتس وتطلع منها مجموعه من الفيتشرز وبعد كده الفيتشرز دي المفروض ان هي تكون ايه؟ مثلا يونيك على كل فيس. لا لا هو دقيقه واحده، هو في اثنين ابلكيشن. اول حاجه اسمها هيومن فيس ديتكشن وتاني حاجه ريكوجنيشن. الديتكشن دي انك تقول ان في هيومن فيس بس كده. طب انا عايز اشوف هو مين اصلا. ده ريكوجنيشن، ده التعرف بقى. ماشي؟ تقول مثلا ده اسمه كذا، البيانات بتاعته كذا. طب احنا ممكن نعمل الحاجه دي ازاي؟ الديتكشن بسيط ما فيهاش حاجه يعني. لان في فيتشرز مميزه للهيومن فيس زي مثلا السكين، زي مثلا الايز الموجوده، حاجات ممكن تكون ايه مميزه بالنسبه لك تقدر تعمل ديتكشن بدقه عاليه. انما المشكله بقى بعد ما انت تعمل ديتكشن هل انت ممكن تعمل ريكوجنيشن؟ لو احنا بصينا وعملنا سينكينج نفس المنطق بتاع الاي اي، الاي اي انت لازم تعمل ديتيلد ديسكريبشن. هل انت ممكن تعمل ديتيلد ديسكريبشن دلوقتي عن طريق في الابلكيشن ده؟ قبل كده مثلا في الشطرنج انا ممكن اعمل لك ديسكريبشن ليه حتى لو هي هتطلع لي سيرش سبيس كبير، بس انا ممكن برضو اعمل لك ديسكريبشن ليه واطلع لك في الاخر ايه؟ التري الكامل اللي هتوصلك من الانيشال ستيت للجول ستيت. النول بتاعتك بقى مش هتكفي، هتاخد وقت على ما توصل للجول ده ماليش دعوه، بس انا قدرت دلوقتي ان انا اعمل لك وصف للمشكله دي بشكل دقيق يخليك انك توصل من الانيشال ستيت للجول ستيت اللي انت عايزه. طيب هل انا دلوقتي ممكن اعمل لك سيرش سبيس زي ما عملتها في اللعبه بتاعت الاكس او الشطرنج او اي لعبه ثانيه مماثله ليه
تقول لك من initial state كده للجول state اقدر اتعرف على كل هيومن واقدر افرقه ما بينه وبين واحد تاني. الحته دي مش هينفع، مش هتنفع خالص، هتكون صعبه جدا. هي حته خلينا نقول هي مش هتنفع، هي فيها صعوبه، يعني فيها صعوبه. انت ممكن توصل لدقه عاليه فيها بس ما زال برضه انت عندك نسبه خطا. طيب الحاجه اللي اي بتفشل فيها زي مثلا الهيومن فيس ريكوجنيشن، احنا ممكن نحلها عن طريق البرانش الثاني او البرانش اللي طلع من الاي اي في سنه 70 مثلا، وهو ايه؟ الماشين ليرنينج. وده بره الكورس يعني، بس هو انا عايز في الاخر بس اوصلكم للديب ليرنينج اللي هو ايه؟ لو حد هيطلع دلوقتي هيكمل مثلا دراسات عليا، عايز يشتغل في شركه داتا ساينس، هيطلب منه المهارات دي اللي هي البيج داتا، الداتا ساينس، الداتا اناليتكس تول زي البايثون زي الار، الحاجات دي كلها بتكون مطلوبه. وبتكون مطلوبه انت لازم تكون فاهم الحاجه دي بشكل ايه؟ يعني بشكل قوي. طب الماشين ليرنينج بقى اللي يخلينا الاول نتجه نحو التراك الجديد ده اللي هو الماشين ليرنينج. ايه اللي يخليني مثلا اشتغل على الماشين ليرنينج ما اشتغلش في الاي اي؟ ان احنا مش قادرين نعمل ديتيل ديسكريبشن للمشكله بتاعتنا. طب انت مش قادر تعمل ديتيل ديسكريبشن، انت مش قادر تعملها، الكمبيوتر هيقدر يعملها يعني؟ يعني انا مش قادر افرق ما بين الهيومن فيس، مش قادر افرق ما بينكم دلوقتي. الكمبيوتر هو اللي هيقدر يستعمل الاستاتستيك دي بقى الكونكشن ده. بس هيكون في نسبه خطا مع الاستاتستيك في ايرور. والاستاتستيك دايما فيها ايرور. الاستاتستكس يعني احتمالات، دايما يكون في ايه؟ ايرور بالنسبه لي. عشان كده الاي اي والتراكس دي كلها بتكون الاستاتستكس والبروبابيلتي بتكون حاجه اساسيه فيها. طيب الماشين ليرننج بقى، احنا مش قادرين نوصف المشكله وعايزين الكمبيوتر يقدر يحل المشكله اللي احنا مش قادرين نوصفها، هنعمل ايه؟ لو انا دلوقتي في الاستاتستكس وعايز اطلع متوسط دخل الناس اللي موجوده في مصر، هل انا عندي يعني عندي اكسس للداتا دي كلها للدخل الشهري بتاع كل واحد في مصر؟ لا مش عندي. طب علشان كده لو احنا ما عندناش البوبيوليشن كلها احنا ممكن كنا نجيب سامبل، صح؟ طيب فانت عندك دلوقتي بوبيوليشن كبيره جدا. طيب واحنا في الاخر عايزين نطلع عينه ايه؟ عايزين نطلع سامبل. خد مثلا عينه، قال لي مثلا هتاخد لي ايه؟ السامبلز دي، خد لي السامبلز دي اهو، دول السامبلز اللي انت اخترتهم في الاخر علشان تعمل ايه؟ كونكلوجن بالحاجه اللي انت عايزها، تقول مثلا دخل المواطن في مصر بيكون كذا. طيب بعد ما انت طلعت السامبلز دي بتطلع منها بعد كده statistics، والاستاتستكس دي بتحاول انك تعمل لها ايه؟ تعميم. بتحاول انك تعمل لها تعميم على البوبيوليشن. نفس الفكره بتاعت الماشين ليرنينج. اعتبر دلوقتي ان السامبلز دي هي الهيومن فيس. بعد كده انت عايز تعمل ريكوجنيشن على كل الهيومن فيسز دي. خد لي سامبل من البوبيوليشن. بعد كده اعمل عليها اختار لي ماشين ليرنينج الجوريزم، والسامبلز دي نعمل ترين للماشين ليرنينج الجوريزم ده لغايه ما يوصل لاكيوراسي. الاكيوراسي تكون عاليه جدا، مثلا تكون 99 و99%. طيب نعتبر دلوقتي ان انا وصلت من السامبل للاكيوراسي العاليه دي، انا عايز اعمل بقى الحاجه الشغل ده على كل الهيومن فيس، هل هقدر اعملها؟ هتيجي تعممها هتلاقي مثلا ان في بقى مشاكل بتطلع عندك. ايه المشاكل اللي ممكن تطلع عندك؟ الايه؟ ما هي إيه؟ هتنزل ليه بقى؟ ايه الاسباب؟ ايه؟ دي معمول على سامبل معينه، وليكن مثلا انت خدتها ايه؟ على الناس اللي في قاره اسيا.
طيب الناس اللي في قارة آسيا دي مختلفة اختلاف كبير جدا عن الناس اللي في أفريقيا. في اختلاف كبير جدا في الفيتشرز الموجودة في الفيس. أنا مثلا أخدت فيس دلوقتي ممكن فيس يكون بالشكل ده كده حاجة كده. هتلاقي في اختلافات كبير. طب أنت طيب تخيل دلوقتي إنك اخترت لي السامبلز بتاعتك من كل حاجة أخدت حاجة. طيب بعد ما أنت أخدت من كل مثلا جروب اخدت منهم سامبل بقى عندك سامبل من كل جروب محتاج انك تعمل ايه بعد كده؟ محتاج انك تعمل ديسكريبشن للسامبلز دي. الديسكريبشن بتاعك مش لازم يكون ايه او مش هيطلع دقيق برضو بالدرجه اللي انت عايزها علشان كده هينزل الاكيوسي بتاعك. يبقى انت دلوقتي ممكن يكون مثلا من انواع اللي ممكن تحصل ان ممكن يكون السامبلز اللي اخدتها مش معبره عن البوبوليشن. طب انت اخدت سامبلز معبره عن البوبوليشن بالفعل محتاج بعد كده انك تطلع منهم موديل. الموديل ده يقدر يعمل بريدكشن على اي سامبل حتى لو ما كانتش موجوده في السامبلز اللي انت هتستخدمهم للتريننج. هتلاقي مثلا ان الديسكريبشن بتاعك للسامبلز دي ما كانش بالدقه اللي هي ايه مطلوب. الديسكريبشن ده بيتم عن طريق ايه بقى؟ فيتشر. طب احنا ليه بنعمل فيتشر؟ بناخد فيتشرز من السامبلز ما ناخدش السامبلز نفسها. هتبقى كبيره جدا فعلا. مثلا انت تشتغل مع ايمج. الايمج دي لو كان السايز بتاعها 10 100 في 100 هيطلع عندك في الاخر ايه؟ 10000 بيكسل. 10000 بيكسل السامبل الواحد وكل بيكسل هتتخزن في 1 بايت. ده لو كانت مثلا ليا جراي ممكن يكون في سامبلز ثانيه اللي هي بتكون ار جي بي. يبقى اضرب ال 10000 دولار في 3 عندك كميه من داتا كبيره جدا. انا عايز اعمل ديسكريبشن ليهم بقى. وكمان السامبلز دي ممكن يكون فيها نويز بيانات انت مش عايزها. عشان كده انت هتنزل ال 10000 سامبلز دول مثلا او ال 10000 قيمه دول ل 100 قيمه بس. ال 100 قيمه دول ممكن انت تشتغل عليهم بشكل ايه؟ اسهل. طيب بس خلي بالك حاجه مهمه، انت اللي بتطلع الفيتشر. انت اللي بتقول للكمبيوتر هي دي الفيتشر اللي انت هتستخدمها. ماشي؟ طيب الفيتشرز دي اخدتها وعملت تريننج للموديل والموديل ده لقيت ان هو على السامبل اللي انت اخترتها كان بيطلع اكيوسي عالي. جيت انت بعد كده تطبقه على سامبل جديد. بعضهم الاكيوسي بتاعتها ممكن تعمل ايه؟ تطلع لدرجه عاليه. وبعضهم هتلاقي الاكيوسي بتاعتك قلت جدا. فهو علشان كده احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ نخلي الموديل بتاعنا سيلف ليرنينج. بيقدر يتعلم من نفسه. لو مثلا في سامبل جديده هو ما قدرش ان هو يتعرف عليها، ما قدرش ان هو يعمل ريكوجنيشن عليها. احنا بعد كده ممكن نساعد. واخد بالك؟ احنا بعد كده ممكن نساعد. بعد كده هو ممكن يتعلم من نفسه بقى. انا مثلا في كل فتره السامبلز اللي هو عمل عليها ايه؟ كلاسيفيكيشن. انا اقول له السامبل دي صح. يبقى خلاص يبقى السامبل دي صح، يبقى الشغل اللي هو كان مبني عليه مازال مظبوط. طب السامبل دي غلط؟ السامبل لما يكون غلط انا بقى مع كل سامبل اللي هعمل التغيير ده لنفسي هكون حاجه مرهقه بالنسبه لي. طب انا عايز الماشين دلوقتي يكون فيها جزء تقدر تتعرف السامبل دي كانت غلط ليه؟ وعلشان نخلي الكلاسيفيكيشن بتاعها بشكل مظبوط تعملها ازاي؟ ماشي؟ ده بقى بيدخلنا على التراك الجديد وهو الديب ليرنينج. يبقى احنا كان عندنا اي اي بعد كده ماشين ليرنينج بعد كده ديب ليرنينج. الاي اي ان احنا بنوصف المشكله دي. طب انا دلوقتي عندي مشاكل مش هقدر ان انا اوصفها. لو بالشكل ده هستخدم الماشين ليرنينج مش هقدر اوصف المشكله كلها 100% وصف لا. طب الماشين ليرنينج دلوقتي اخدت منها سامبل وعملت لها ايه ديسكريبشن بشكل مظبوط وعلى السامبل دي طلعت اكيوسي عالي. طيب انا في الاخر محتاج اني اعمل ايه؟ عامل السامبل دي على البوبوليشن. لقيت وانت بتعممها ان الفيتشرز اللي انت كنت بتطلعها اسمها هاند كرافتد فيتشرز، انت اللي بتطلعها بايدك، انت بتقول له هيكون عندك فيتشر 1 2 3 4. ده انا دلوقتي لو قعدت مثلا قدام مثلا 1000 واحد مش هقدر اطلع الحاجات المميزه في الناس دول. اقعد مثلا قدام ايه 1000 واحد مصري و1000 واحد امريكي وطلع دلوقتي صفه مثلا بتفرق الاثنين دول عن بعض، ممكن تلاقي بالنسبه لك حاجه صعبه. هي فعلا حاجه صعبه بالنسبه لك. يعني حتى وانتوا قاعدين في المحاضره
يعني قبل مثلا ما حد يدخل لكم هتلاقي مثلا ان في ناس بتقعد تتكلم كتير في المحاضره. حاول مثلا انك تعمل ديسكريبشن للموقف اللي انت موجود فيه. لو في حد قال لك اقف دلوقتي واعمل لي وصف عن الموقف اللي انت كنت فيه دلوقتي، هتقدر تعمل الوصف ده؟ هتقدر تقول مثلا ان الزمايل اللي كانوا قاعدين كانوا بيكلموا في 1 2 3 وتقعد بقى كل واحده تفصلها. ممكن ما تلاقيش فيتشر تقدر تعممها على كل الناس، واخدين بالكم؟ هتلاقي حاجه صعبه بالنسبه لك بالنسبه لاي حد. علشان كده بقى انا مش هشتغل الماشين ليرنينج. ممكن هو نعتبر ان هو حاجه مانوال، والديب ليرنينج يعتبر ان هو حاجه اوتوماتيك. في الماشين ليرنينج كان الهدف اني انا اللي اقول ايه الفيتشرز اللي احنا ممكن نستخدمها، واقعد اختبر الفيتشرز دي. لو قلت الفيتشرز دي على السامبل ما بتديش اكيوسي كويسه، انا هقعد اغير فيها، اعمل فيها تغييرات لغايه ما توصل لايه؟ لدقه عاليه. بس انت اول ما تتفاجئ بقى ان في بوبيوليشن كبيره، الفيتشرز انت اخترتها ما تنطبقش عليهم، هتلاقي ان السيستم بتاعك كله ايه؟ باظ. علشان كده احنا الابلكيشنز اللي بتتعمل دلوقتي في الاي اي مثلا والماشين ليرنينج كانت بتتعمل لحاجه سبيسيفيك، حاجه سبيسيفيك ما يكونش فيها اي بوبيوليشن كبير. يعني حاجه انت ممكن توصفها حتى لو فيها ديفيشن كده، الديفيشن ما يكونش كبير. لما اقول لك مثلا اعمل ريكوجنيشن على الناس مش في العالم كله، اعملها في دوله معينه، دي هتكون اسهل. طب اعملها مثلا في قاره، هتكون اسهل ما تعملها على القارات الموجوده كلها. طب اعملها مثلا على قريه معينه، على مدينه معينه، الحاجه بتاعتها بتكون ايه؟ اسهل، انت ممكن تلاقي فيتشر فعلا بتقدر توصف الناس اللي موجوده في القريه دي كلها. فعلشان كده احنا بنعمل حاجات سبيسيفيك في الماشين ليرنينج. طب عشان بقى تقدر تعمم الحاجات دي، انا عايز دلوقتي اعمل ريكوجنيشن سيستم او كلاسيفيكيشن سيستم بيقدر يصنف لي كل الاوبجكتس اللي ممكن تكون موجوده. مثلا عندك مثلا يقدر يتعرف ان ده قلم، يتعرف ان ده تابلت، ان ده لابتوب، مثلا تليفون، شنطه، دي نظاره، ده هيومن فيس. اي اوبجكت بقى قدامك يقدر يعمل له كلاسيفيكيشن. هاي الحاجه دي احنا نقدر نعملها. ده انا اساسا لو جيت اعمل وصف للهيومن فيسز بس، ده اوبجكت واحد بس، مش هقدر الاقي فيتشر بتعمل له ايه؟ وصف. طب ايه رايك بقى لو انا عايز اعمل ديسكريبشن كده لاكثر من كلاس؟ الحاجه دي هتكون صعبه بالنسبه لي. فعلشان كده عايز حاجه تكون ايه؟ اوتوماتيك، اللي هو الديب ليرنينج. طب انا دلوقتي لما اعمل حاجه اوتوماتيك بتقدر ان هي تتعرف على اوبجكتس كتيره جدا فيها فاريشنز دقه. محتاجين ايه بقى؟ اول حاجه محتاج هيوج اماونت اوف داتا، محتاج داتا ضخمه جدا عشان اخلي الكمبيوتر يقدر يتعلم من خلالها. الجزء بتاع الديب ليرنينج بيختلف ازاي عن الماشين ليرنينج تاني؟ ان الديب ليرنينج انت بتدي له الداتا والاكسبكتد اوت، ما بتقولوش في النص هيحصل ايه، هو اللي بيعرف في النص ده هيحصل ايه. انما في الماشين ليرنينج انت بتدي له الداتا، الداتا دي بتعمل لها وصف، بتعمل لها بتطلع منها فيتشر، الفيتشرز دي بتخليها بعد كده مابد مع الاوتبوت، مع الاكسبكتد اوتبوت المفروض يطلع. الحاجه دي مش لازم تربط معاك، محتاجين ان احنا نقعد نجرب مره واثنين وثلاثه والف ومليون. الحاجه دي صعب ان انا اعملها بقى، عشان كده هخلي الماشين هي اللي تعملها. الماشين بقى عشان تعمل الحاجه دي محتاج يكون عندك كميه من الداتا كبيره جدا تقدر تتعلم منها. يا دوبك انت بتدي له الانبوت والاوت، تقول له انا عندي انبوت صوره دي الكلاس اللي موجود فيها كذا، تعمل ايه في النص بقى؟ لا في النص دي مالكش دعوه بيها، هي اللي تتعمل. الوظيفه بتاعتك انك تعمل اركيتكتشر بقى. الاركيتكتشر دي بتكون لاي موديل؟ بتكون للنيورال نتورك. فهي النيورال نتورك تعتبر البيزك كونسبت بالنسبه للديب ليرنينج. علشان كده احنا في الاخر في اخر الكورس يعني هنتكلم عليه بعد ما احنا نخلص السيرش، هنبدا في جزء خاص بالنيورال نتورك، وممكن يكون في جزء في الاخر بنتكلم فيه على جيناتيك الجوريزم. الجيناتيك الجوريزم ده يعتبر احد الاوبتمايزيشن
تكنيك. انتوا اخدتوا مثلا في الكورس في سنه ثانيه اعتقد اللي هي الاوبريشن ريسيرش، بتعملوا فيه اوبتمايزيشن، بيقول لك مثلا فانكشن والفانكشن اللي احنا عايزين نعمل ماكسمايزيشن للبروفيت بتاعتها او مينيمايزيشن للكوست. طب احنا هنوصل للحاجه دي ازاي بقى؟ عن طريق اوبتمايزيشن تكنيك زي مثلا الجينات. انا عندي سيرش كتير بيكون ضخم وعايز اوصل للجول بتاعي باقل باث، باقل عدد من الستبس كده، اشوف ايه البرانش، اقرب برانش ممكن يوصلني للناتج. انا ممكن مثلا برانش عشان اوصل للناتج بتاعي اخد فيه 1000 نود، ممكن واحد تاني ب 100 نود ممكن يوصلني. طب انا عايز بقى اوصل لاقل واحد من النودز دي، لازم يكون عندك حاجه بتوجهك، لازم يكون في حاجه بتوجهك. عشان كده في السيرش بيكون فيه حاجه اسمها ان انفورمد، وفي برضه انفورمد. الان انفورمد دي بتكون اسمها ايه؟ بلايند سيرش. بلايند سيرش يعني انت ما عندكش اي حاجه بتوجهك، انت بتمشي كده وخلاص مع نفسك. انما الانفورمد سيرش اللي انت في حاجه بتوجهك فعلا، بتقول لك ان الباص ده فعلا انت ممكن تستخدمه ووصلك للجول، الباص الثاني لا. ماشي؟ فده يعتبر اوفر فيو عامه كده على الكورس اللي احنا بنستخدمه واللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله، اللي هيكون خاص باول حاجه البرولوج. هنعرف يعني سكيلز كتير احنا ممكن نعمل لها محاكاه في الكمبيوتر، بعد كده الجاد، بعد كده السيرش. هناخد وقت في السيرش لان في تكنيكس والجوريزمز كتيره مختلفه موجوده، ونحن نقدر نفرق ما بين الجوريزم والتاني، ونقدر نقول ان الالجوريزم ده فعلا ممكن نستخدمه في الحاله دي، لان لو في الحاله دي مش هنقدر نستخدمه. ودي شغله الداتا ساينتست، لان المجال بتاع الداتا ساينس الصراحه بيكون حاجه محيره. في ناس دلوقتي بتعاني من السوفت وير ديفلوبمنت، قال لك مثلا عايز اعمل ابلكيشن عن طريق الجافا، ممكن واحد يلاقي الحاجه دي صعبه جدا. انت لو عايز تعمل بقى ابلكيشن في الداتا ساينس هتلاقي الحاجه صعبه اكتر. هو المشكله اللي قدامك دلوقتي ايه؟ انك تفهم السينتكس، تعرف مثلا ان الفور لوب بتشتغل بشكل بطريقه معينه، تعرف ان في جي او اي بيتحط مثلا كومبوننت، وتقدر تفهم الكومبوننت دي بتتحط ازاي وتعمل لها هاند للاكشن بتاعها ازاي وغيره. طيب في السوفت وير ديفلوبمنت احنا نقدر نوصل للاوبجيكتيف بتاعتنا. انت عندك اوبجيكتيف، عندك جي او اي موجود قدامك، الجي او اي انت تعمله هتقدر تعمله باكتر من تول، بس هتقدر تعمله في الاخر وما يكونش عندك نسبه خطا. يعني لما واحد مثلا يجي يقول لي ايه، انا عايز جي او اي بالشكل ده، يكون في مثلا هنا مينيو، يكون في هنا مثلا بطن، يكون في هنا تشيك بوكس، يكون في هنا راديو بطن. طب الحاجات دي صعبه ان احنا نعملها؟ لا مش صعبه، هي خلاص خطوات كده هتمشي عليها 1 2 3 تعمل الابلكيشن بتاعك. انما بقى بالنسبه للداتا ساينس ابلكيشن، هل انت عارف انت هتوصل لايه؟ لا ما انتش عارف اصلا. هو انت بتحل حاجه محيره بطريقه محيره، ودنيا محيره كلها الصراحه، انت مش عارف انت هتوصل ليه اصلا. الاكيرسي بتاعتك في الاخر، انا هجيب لك مثلا داتا، ولكن عايز اعمل كلاسيفيكيشن للداتا دي. هل انت عارف الكلاسيفيكيشن ريت بتاعك هيوصل لكام؟ لا. هل انت فاهم الداتا اللي موجوده؟ داتا مش موجوده برضه، مش عارفين برضه نوصفها. الداتا انت عايز تتاكد ان الداتا بتاعتك دي مظبوطه ولا لا؟ ممكن يكون في باد سامبلز، ممكن يكون في نويز، ممكن يكون في اوتلايرز، الحاجات دي كلها بتاثر على الداتا. فاحنا محتاجين نتعرف عليه. وبعد ما تتعرف عليه عايزين نختار الالجوريزم المناسب اللي هو يحصل له ايه؟ تريننج من خلال الداتا دي ويطلع افضل ناتج. هل انت عارف افضل الجوريزم اللي انت ممكن تستخدمه ايه؟ لا طبعا، محتاج انك تقعد تجرب برضه. بس دي حاجه مطلوبه، لان في مواقع كتير دلوقتي بيدخل على مليونز اوف ترانزاكشنز في الثانيه الواحده. طب الداتا دي كلها هقعد اعمل لها بقى بروسيسنج بايدي؟ الداتا دي لو انا اهملتها لا هتاثر عليها في الشغل. مثلا موقع زي امازون، انت تدخل مثلا تشوف برودكت والثاني والثالث والرابع. البرودكت دي كلها انت بتشوفها، بيعمل لك بعد كده ريكومنديشن الكلام ده، والريكومنديشن المفروض بتطلع في كتير من الاحوال بدقه عاليه جدا، وممكن البرودكت اللي انت بتدور عليه تلاقي واحد في الريكومنديشن افضل منه.
طب الحاجه دي اتعرفت ازاي بقى؟ الداتا ساينس على طول بيعمل بريدكشن، بيعمل بريدكشن للمستقبل. الداتا اللي كانت موجوده في الماضي والحاضر هيشتغل عشان تعمل بريدكشن كده في المستقبل. فانت مش عارف بقى المستقبل ده هيكون ايه، يعني ايه افضل اكيوريسي موجود. علشان كده في حاجه اسمها ايه، يعني طالما ما فيش حد عارف هو افضل حاجه هيوصل فيها ايه، انت بتقعد مثلا تدي التاسك ده لواحد واثنين وثلاثه واربعه وتشوف كل واحد فيهم هيكون اخره ايه فيه، وتشوف بعد كده من الجروب اللي موجود ده ايه افضل حاجه انت ممكن تعملها. زي ايه مثلا؟ زي كاجو، ده موقع بيكون فيه كتير من الداتا ساينتست، بيكون جوه الموقع ده تشالنجز. انت بتدخل تعمل ريجستريشن على التشالنج ده، انت ومئات الداتا ساينتست بيقدروا ان هم يعملوا ايه تشالنجنج، بيقدروا ان هم يتنافسوا مع بعض عشان يحلوه. طب بيقدر يحصل تنافس ليه بقى؟ هل مثلا لو انا جيت دلوقتي اقول لك اعمل لي برنامج، انا اروح لواحد اثنين وثلاثه اقول له اعمل برنامج احسن، هو ده اللي ايه؟ هعمل الكونتراكت معاه. هو البرنامج انت عارف ان هو بيتعامل بواحد اثنين ثلاثه، شوف السكيلز بتاعت الواحد اللي قدامك دي واختار، مش مستاهله يعني. انما عشان انت بتحل حاجه انت مش عارف السقف بتاعها بيكون ايه؟ تقعد تجرب بقى اكتر من حاجه.